الحقيقه ان الاخ زين الدين علي الدين راه تقدم بمجموعه من النقاط. نحن نريد ان نوجه رساله الى السيد الوزير، والذي نراه لا ينسجم ولا يتأقلم مع التوجهات العامة للبلاد منذ بداية العهد الجديد ومنذ دستور 2011، والذي يعني عرف فيه المغرب واحد الانفتاح على الحريات العامة وعلى حقوق الإنسان وعلى التواصل، إلا أن الوزارة الوصية لحد الساعة لم ربما يتسرب إليها مثل هذا الواقع، والذي يجب أن تتعامل به مع المواطنين. فالتوجهات العامة توصي بحسن التواصل مع الهيئات الجمعوية والهيئات النقابية من أجل معرفة هموم ومشاكل المواطنين والعمل على إيجاد لها الحلول المناسبة، وهذا كله يصب من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ومن أجل وأد بوادر الفتنة في المهد ديالها. وهنا نتساءل كيف أنه يمكن للسيد وزير التجهيز والنقل أننا كمهنيين وكوسطاء بين مؤسسات الدولة اللي هي وزارة التجهيز والنقل والقواعد اللي كي يشتغلوا في هذا القطاع، وكنتقدموا بمجموعة تاع الرسائل اللي لا تعد ولا تحصى، سواء في مطالبنا فيما يخص الأضرار الناتجة عن كوفيد 19 والتداعيات ديالو على القطاع، سواء في بداية الاشتغال واللي جات يوم 25 مارس واللي كان سبقها واحد دفتر التحملات، واللي احنا بكل بساطة كنا جعل التصريح ديالو اليوم عبر يعني الصفحة الرسمية ديالو في الفيسبوك، وأنه إلا كان يدعي أننا احنا كنمارسوا المغالطات، احنا كنعترفوا بأننا فعلا قدمنا المقترحات ديالنا، وفعلا يعني باجتهاد منا أننا كانت عندنا رغبة أكيدة أننا نساهم بواحد الشكل كبير في إنجاح جميع التدابير وجميع القرارات اللي كتتخذها الدولة ديالنا من أجل الحفاظ على السلامة والصحة نتاع المرتفقين نتاع المحطات الطرقية ونتاع الشغيلة ونتاع. ولكن احنا ما كناش نطالبوا بعض الأمور اللي جات يتضمنها دفتر التحملات، ومن بينها المراجع القانونية اللي هي الظاهر الشريف واللي هي المراسيم واللي هي يعني واحد القرارات اولا لم تحدد من سيتحمل المسؤوليه في حاله المخالفه، تحدد المسؤوليه ان هناك امور ستزيد من صعوبات الالتزام بها، مثلا كالتعقيم. احنا هذه المساله نتاع التعقيم لا نرفضها، ولكن يجب ان نفرق بين التعقيم وبين التطهير. فاذا كانت نحن نلتزم مثلا بالكمامات، نلتزم بالقفازات، نلتزم بتطهير الحافلة قبل الانطلاقة وبعد الانطلاقة، يعني نلتزم بتهوية الحافلة، نلتزم بتوفير مواد التعقيم للمرتفقين ولا للشغيلة، أمور عادية نلتزم. أما كاين شي أمور أخرى نحن الآن ربما نعطي إشارات أو إشارة أو إشارتين، مثلا التعقيم لا يوجد أي تعقيم عالميا يدوم 10 أيام، والإدارة كتقول خصك تعقم كل 10 أيام، واش كاين شي تعقيم يقعد 10 أيام؟ إذا التعقيم راه التعقيم، ولا التطهير راه التطهير، وحنا لا عقمنا وعندنا شهادة نتاع 10 أيام ووقعت شي بؤرة ولا وقعت شي مضاعفات، شكون اللي غادي يضمننا عدم المتابعة؟ لأن الشهادة ما توفرش فيها الشروط اللي مطلوبة منا وحنا موقعين على دفتر التحملات. مثلا رقم الهاتف، من منا والمغاربة الحمد لله كلهم محافظون، من منا يرضى لأجنبي أن يطلب رقم هاتف زوجته أو أخته أو بنته أو أمه؟ إذا حنا ملي غادي توقع واحد المضاعفات وتوقع واحد الكارثة وغادي تجي المحاسبة وغادي يلقاو واحد عدم الالتزام بدفتر التحملات اللي حنا غادي نوقعوا عليه وغادي نلتزموا به، إذا واش هي العقوبة اللي غتنتظرنا؟ وكاين عقوبات اللي فيها من شهر حتى 3 شهور حبس سجن، وكاين العقوبات اللي فيها غرامات مالية، وكاين عقوبات اللي فيها سحب رخصة النقل وسحب رخصة السياقة. إذن احنا الطلب ديالنا محدود وبسيط جدا، لو أنه كان تجاوب لربما كانت الانطلاقة سلسة وكانت بواحد الشكل اللي هو مطلوب، كانت جلسة نتاع ساعة أو ساعتين نستفسر فيها ونضع العلامات الواضحة، لا بالنسبة لهيئة المراقبة، لأن هيئة المراقبة ليست كلها مخلقة،
لا لهيئة المراقبة ولا المهنيين ولا السائقين، وتحدد المسؤوليات ونطلقوا بواحد الشكل اللي يكون واضح وهذا حسن. هذا وحنا جا القرار تاع وزارة الداخلية، ونحن نعتز بوزارة الداخلية ونعتبرها صمام الأمل لهذا الوطن، لأن مشاكل النقل دائما تحل عن طريق وزارة الداخلية، ونحن نعتز ونحن نتم قرارها ونحن سنلتزم به على أساس أنهم ينصفوننا ولا يحجرون علينا ولا يظلموننا. نحن لن نستأنف العمل، ولكن سنتجمع داخل المحطات الطرقية في بطريقة حضارية وبطريقة ملتزمة وبطريقة مشرفة تعبر عما أبان عنه المغاربة ملكا وشعبا في تدبيرهم لهذه الجائحة، على أمل أن تستجيب وزارة الداخلية كما فرض علينا عدم القيام لدواعي صحية ومرتبطة بكوفيد 19، أن تجد لنا مخرجا وتجد لنا لقاء حواريا نستطيع بفضله أن نخرج من هذه الأزمة ونوفر تنقلات للمواطنين. بالنسبة للتدوينة ديال الوزير حول التنقل بين المنطقات رقم واحد، يعني ما كاين حتى شروط فيها؟ لا، بالنسبة للتنقل تاع المواطنين يعتبر عادي بالنسبة لمنطقة واحد إلى منطقة واحد، لا يكلف أي شيء ما عدا الالتزام بقواعد السلامة الصحية. بالنسبة لمنطقة زوج فيشترط في أي مسافر أن يتوفر على رخصة من قبل السلطات من أجل التنقل، ونعتقد احنا بالنسبة لنا هذا يعني مسألة داخلة في الإطار نتاع الصحة والسلامة، نحن نتمنها ونؤمن بها ونلتزم بها.